مساء الخير، شكون فيكم مسمعش عن الليزر؟ وشكون فيكم كذلك اللي مسمعش إشاعات عن أخطار وعلاقته بالسرطان؟ ما مدى صحة هذه الإشاعات؟ ما هو الليزر أصلاً؟ كيف يعمل؟ ما هي استخداماته في المجال الطبي وفي الأمراض الجلدية خاصة؟ الليزر أحدث ثورة في السنوات الأخيرة في عدة مجالات مثل الصناعة والإلكترونيات وفي المجال الطبي خاصة، وأكثر الاختصاصات اللي استغلت هذا العلاج الثوري هي اختصاصات أمراض العيون والأمراض الجلدية. ومن أفضل من طبيب مختص وخبير في الليزر حتى يحدثكم عن هذا الموضوع ويجيب عن كل تساؤلاتكم؟ رحبوا معي من جديد بزميلي الدكتور عبدي يوسف، ضيف قناة طبيبة جزائرية في ألمانيا. دكتور عبد يوسف، سبيسياليست اون ديرماتولوجي فينيريولوجي ميدسين استيتيك اي لازر، اخصائي امراض جلديه تجميليه وليزر. نحكيو اليوم على ليزر ازاله الشعر، لي لازر ديبيلاتوار. لازم نوضحوا بعض الامور قبل ما نبداو. ماشي كامل المشاكل الجلديه نقدروا نعالجوها بالليزر ولا المشاكل التجميليه. كما يوجد عده انواع من الليزر، ما كاش ليزر اللي يدير كلش، وما كاش جهاز واحد اللي فيه جميع الانواع. يعني الجهاز غالبا يحتوي على ليزر واحد او اثنين على الاكثر. في ازاله الشعر توجد يعني تقريبا بعض ثلاث او اربع انواع من الليزر. نعطيو يعني ملخص عليها. الجهاز الاول او الليزر الاول اللي هو الالكسندريت، طول الموجه تاعو 755 نانومتر، نعيطو له اليكس. ما نقدروش نستعمله الا في حالات البشره الفاتحه، لكن مع بعض الشركات اللي طورت تقنيات جديدة نقدر نستعملوا الالكسندريت حتى في البشرة السمراء. هذه كما هذه تقنية الموفيو. كاين الاندياج اللي هو طول الموجة تاعو 1064 نانومتر، وهذا اللي كنا نخصوه فقط للبشرة السمراء، فعالية تاعو اقل من الالكسندريت. فيه الديود اللي ثاني نستعملوه تقريبا فترة في البشرات الفاتحة، ولكن الفعالية تاعو أقل، يعني لازم له حصص أكثر بكثير من الألكسندريت والأندياج. وفيه لي بي ال اللي هو وميض ضوئي، ماشي ليزر وإنما نموي، وميض ضوئي ناخذه منه عن طريق فلتر الطيف اللي يكافئ يعني أطوال الموجات اللي تكون فيها فعالية ضد الشعر. دكتور لو سمحت تشرح لنا بطريقة مبسطة طريقة عمل ليزر لإزالة الشعر. الشعرة فيها ميلانين، الميلانين هذيك تمتص الضوء اللي نبعثوه، وهذيك الطاقة اللي يمتصها يحولها إلى حرارة. الطاقة تكون على شكل ضوء، بعد لما يمتصها الكروموفور اللي هو الميلانين تتحول إلى حرارة، والحرارة تحرق الخلية أو الخلايا اللي دايرة بالشعرة، ومنها الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية هذه هي المسؤولة عن إعادة نمو الشعر. ما هي دواعي استخدام الليزر؟ وهل يصلح لجميع الأشخاص؟ الليزر ما فيش مشكل، تقدر ديرو، يقدر يديرو اي انسان، ما فيه حتى اضرار. خاصه احنا ننصحوا به يعني طبيا لما يكون فيه مشاكل جديه، لما تكون الشعره هي في حد ذاتها سبب المشكل، كما اللي يديروا لي فوليكوليت لي انفيكسيون انتانات تاع الشعره، ولا اللي عندهم الشعره تدخل تحت الجلد، ولا تسبب اكياس تاع شعر في منطقه بين الاليتين، ولا في مؤخره الرقبه. بالنسبه للامراض الهرمونيه، اذا كان فيها امراض هرمونيه من الاحسن تعالج، كما تكيس المبايض ممكن يتعالج قبل ما نبداو الحصص، ولا في نفس الوقت كي نبداو نديرو حصص. اما اذا كان بعض الامراض الهرمونيه الخطيره والنادره، هذيك لازم لها علاجات خاصه، ولكن لا تمنع اننا نديرو حصص الليزر. يعني ما يكون كيكون كاين مشكل هرموني، الليزر يبقى هو الحل الوحيد. حتى لو كنت تشرب ادويه هرمونيه ضد الهرمونات، ولا عندهم لي بلوك انزيماتيك، ولا تكيس، ولا الاورام اللي تخدم هرمونات ذكوريه، الليزر يبقى يعني دائما عنده اون انديكاسيون، غيست توجور انديكي. هذو يعني مشاكل طبيه اللي الليزر يكون لازم. اما في يعني في الحالات العاديه، الليزر حاجه تاع كونفور، حاجه تاع يعني ان بيان اتر، الانسان يقدر يدير ما فيه حتى مشكل، ولكن تحت اشراف طبي. دكتور، بخصوص الاعمار، هل هناك عمر مناسب لبدء العلاج بالليزر؟ بالنسبة للسن، مش أبغتيغ دو كيلاج، من واش من سن نبداو نستعملوا الليزر؟ هي في الحقيقة نفضل أنه نستعملوه بعد مرور مرحلة المراهقة، مرحلة النمو. لما الإنسان يكمل النمو تاعو الهرموني والجسدي نبدأ الحصص، لكن لا يمنع الأمر أننا نديروه من قبل، خاصة إذا كان يسبب مشاكل نفسية للفتاة خاصة. شكرا دكتور، عرفنا الحالات اللي نستعملوا فيها الليزر للعلاج، عرفنا السن المناسب. إذا لما يجيك مريض أو مريضة، ما هي الإجراءات والاحتياطات اللي لازم ياخذها قبل بدء العلاج؟ الاحتياطات
تقليديا ليزر نقولوا بلي نديروه في فتره في ماشي في الصيف، بس ماشي في الصيف، ولكن هذا يخص الناس اللي تتعرض لاشعه الشمس. ما اذا كانت منطقه مغطيه وما تعرش وماش حتى تعرض للشمس ممكن نديرها في الصيف عاده، يعني عاديا ما فيه حتى مشكل. ولكن هذه التقنيه اللي حكينا عليها فانك تسمح لنا بان نديروه فوق البشره اللي تكون برونزي بدون اي مشكل، ولا نقدروا نديروه في الصيف وتخرج للشمس. لكن احنا نحكيو على التقنيات التقليديه، الليزر من الافضل عدم استعماله في الصيف. من الاحسن اذا استعمال الورقه الشمسيه قبل وبعد الحصه، استعمال ممكن كريمات تخفف الاحساس بالحروق، هذا اذا كان ليزر تقليدي. قبل الليزر لازمنا نحيو الشعره، نقصوها وما نتفوهاش، يعني ما نشدوش الشعره ما نتفوهاش. اذا كان فيه شد، اذا كان فيه نتف للشعره، حد هذيك المنطقه اللي تكون تحت الجلد اللي هي اللي نعتمد عليها لامتصاص الاشعه تكون ما كاش، اذا تروحنا الحصه هكاك. دونك لازم قص الشعر ارى مع مستوى الجلد، يعني برازوار ولا بالكريم دي بيلاتوار ولا بودر دي بيلاتوار، باش تبقى فيه الشعره اللي تمتص واللي تقوم بالعمل اللي لازم. طيب، بعد تحضير البشره واتخاذ الاحتياطات اللازمه، كيف تتم جلسة العلاج بالليزر؟ نقوم بالقص يوم قبل ولا قبل الحصة، بعدين نعمل الحصة عن طريق توجد عدة طرق. الطريقة الأكثر شيوعا أننا نبعث الوميض من بعيد هكايا ونجوزو من منطقة إلى أخرى، وفيها تكنولوجيا جديدة يعني اللي تسمح بانه الالكسندرات نستعملوها عند اللي عندهم البشره السمراء، لانه يفو سافوار كو الالكسندري تقليديا ما نقدروش نستعملوها عند البشره الداكنه. الالكسندرات اللي هي احسن وسيله لنزع الشعر، لكن هذه التكنولوجيا سمحت لنا اننا نقدروا نستعملوا هذه الالكسندرات عند اللي عندهم البشره السمراء، ولكن اغلب الاجهزه غير مجهزه غير مزوده بهذا التقنيه اللي هي تقنيه الموفيو. اذا احنا نحكيو على التقنيه اكثر شيوعا وهي البالياج تراديسيونيل. دكتور، ممكن نعرف عدد الحصص اللازمة للحصول على النتائج المرغوبة؟ عدد الحصص تقدرش تعرفه مسبقا، لأنه يختلف من شخص إلى آخر، من جلد إلى آخر، يختلف حتى في نفس الشخص من منطقة إلى أخرى، وفي نفس المنطقة يختلف من شعرة إلى أخرى. عدد الحصص غالبا يفوت 6 7 حتى 8 حصص، هذه بالالكسندر يعني، ما بال يعني الطرق الاخرى كما الاندي هاك ولا ديود ولا الاي بي ال العدد يكون اكثر. في بعض المناطق اللي فيها اللي تكون بون كونديدات يقدر يكون 5 وممكن نادرا اقل من 5 حصص، ولكن حنا نقولوا دائما يفو بريفوار بلوس دو 6 سيونس. كل ما تكون الشعره سميكه وتكون فيها صبغه راح تمتص اكثر، دونك الفعاليه تكون اكثر وعدد الحصص يكون اقل. لما الشعرة تكون رقيقة عدد الحصص يكون أكثر، لما تكون خفيفة وتكون فاتحة تكون عدد الحصص أكثر. بين الحصة والحصة تقريبا شهر إلى شهر ونص، في بعض المناطق شهرين. أكثر المناطق اللي الريبون بيان اللي تكون فيه تجاوب مع الليزر وتكون فيه فعالية كبيرة هي المناطق اللي فيها الشعرة خشينة وسميكة والبشرة تكون فيها فاتحة، كما الساقين ولا الإبطين، هذه مناطق يعني كلاسيكيا تكون فيها نتيجة جيدة. بالنسبة للوجه خاصة لا ليف سوبيريور تكون فيها نتيجة يعني بطيئة، لازم بزاف حصص، ولكن هذه الأمور يعني تختلف، هذه أمور عامة ولكن تختلف من شخص إلى آخر. شكرا دكتور. أذكر المتابعين الكرام واللي ما يعرفوش ما هي مادة الميلانين، هي المادة الصبغية الطبيعية الموجودة في البشرة والشعر والعين واللي تعطيها لونها الغامق، وإذا كان الليزر يعتمد على هذه المادة لامتصاص الأشعة وحرق الشعر، فما هو العمل إذن لما تكون الشعرة لا تحتوي على هذه المادة؟ إذا كانت الشعرة ما فيهاش ميلانين، يعني شعرة شايبة ولا بيضاء ولا فاتحة، إذن لا يمكن استعمال الليزر لإزالتها نهائيا، وانما نستعمل الطريقه التقليديه اللي هي ليبيلاسيون الكتريك عن طريق الكترود اللي ندخلوه مع الشعره، هو بسمك الشعره يدخل معها ويروح الى تحت الجلد وين توجد الخلايا الجذعيه، ونرسلو وميض كهربائي ليقوم بحرقها مباشره. ولكنها طريقه متعبه وغير يعني في با براتيك، ما نقدروش نديروها في سوغ دي زون ايتوندو على يعني مساحات كبيره. دكتور، لو تفضلت، سمعنا كلنا باقاويل ان اشعه الليزر خطيره وتسبب السرطان، ما مدى صحه هذه الاقاويل؟
ما نسمع فيه حرق الخلايا وأشعة كلش. الناس طورت بعض الإشاعات ولات تقول بلي الليزر يدير سرطان. يفو سافوار كو لو لازير ما يديرش سرطان. الليزر عمره ما يسبب سرطان وعمره ما يسبب في سرطان، يعني ما فيهاش أشعة فوق بنفسجية ولا أشعة مسرطنة كيما اللي تروح للحمض النووي ودير فيه تدميرات وخير. هي عبارة عن حرق عن طريق الحرارة فقط. الليزر فقط يوصل هذه الطاقة للشعرة باش تحولها إلى حرارة بتحرق الخلية مباشرة، يعني بكل بساطة. طيب، إذا كان الليزر لا يسبب سرطان، فهل لديه أضرار أخرى معروفة؟ الأضرار حكينا عليها بلي ما فيه حتى أضرار. ممكن فقط يكون الليزر غير فعال، ولا في بعض الحالات النادرة يكون خفيف بزاف، ولا الحرارة تاعو هذيك من البعيد ممكن ما فيش جهاز تبريد دم يكون فعال جدا. ممكن هذيك الحرارة الخفيفة اللي ما تحرقش الشعرة ممكن هي اللي تحفز الشعيرات اللي يكونوا ماشي نايضة ويسبب نمو الشعر في المناطق اللي ما يكونش موجودة. هذا أمر يعني كاين مي إلي غار، و اون بو لا بليبار دو تون اون بو ليفيتي. عندنا تقنيات خاصة تبريد ولا كريمات اللي نزيدوها ضد الالتهابات، نزيدوها بعد حصة الليزر اتسيتيرا، ولا نيفيتي والمناطق اللي فيها شعر خفيف جدا، ولا لو دوفي هذاك الزغب. طمنتنا دكتور، لكن هذا يبقى بالنسبة للأشخاص العاديين. ماذا عن الحالات الخاصة؟ المرأة الحامل مثلاً؟ هو ما في حتى خطر على المرأة الحامل، لكن هي أمر احنا عادة المرأة الحامل ما نديرولهاش علاجات إلا العلاجات المستعجلة. اذا فتره خفيفه 9 شهور تقدر تستنى وبعد الحمل تكمل، ولكن اذا درته في الحمل ما في حتى مشكل. آخر سؤال دكتور، نعرف أن الليزر يزيل الشعر بصفة نهائية أو على الأقل في بعض الحالات إلى اختفائه لمدة سنوات، وكذلك يوجد في الأسواق أجهزة ليزر منزلية أو EPL أو IPL لإزالة شعر غير المرغوب فيه. ما رأيكم في هذه الأجهزة؟ وهل استعمالها يغني عن زيارة طبيب الأمراض الجلدية؟ بالنسبة للأجهزة المنزلية تاع الليزر، هل نقدر نستعملها وهل تكافئ الليزر يعني البروفيسيونيل؟ هذه يعني باينة باللي الأجهزة المنزلية الناس اللي جربوها يعرفوها تقوم بالإزالة يعني تقريبا كما الشمع، نحيه يطول باش ينوض ولكنه يعاود ينوض. يعني فو با يسبيغي اون ايبيلاسيون بيرمانونت، فو با يسبيغي اون ايبيلاسيون لون كور، ماهيش حتمدلك ايبيلاسيون كيما الليزر اللي ديريه في العيادة. ألف شكر مجددا للدكتور عبد يوسف على كل هذه التوضيحات. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt, inshallah. وأذكركم أنه فيه على القناة فيديو آخر للدكتور عن أسباب تساقط الشعر وعلاجها، وكذلك توضيحات عن بعض الاعتقادات السائدة بخصوص هذا الموضوع. وإذا كان في طلب من طرفكم وتفاعل مع هذا الفيديو، ممكن نخصص أنا والدكتور فيديو خاص للإجابة عن تساؤلاتكم، سواء عن المواضيع السابقة أو عن مواضيع أخرى إن شاء الله. ولهذا، وحتى ما تفوتوش الفيديو وما تفوتوا أي فيديو آخر، اشتركوا في القناة وانتظروا الجديد على قناة طبيبة جزائرية في ألمانيا.